محافظ صلاح الدين يتفقد نسب الإنجاز المتحققة في مشاريع الديجيل ويعلن توجها لفك ارتباط مستشفى القضاء بوزارة الصحة. محافظ صلاح الدين يربط بين استمرار حظر التجوال وقرار خلية الأزمة المركزية ويطمئن على صحة مفوض الشرطة بمركز الحجر الصحي في بلد. تكاتف شعبي وأمني واسع بتنفيذ قرار حظر التجوال في صلاح الدين، وشهر رمضان ينتظر تسهيلات على الأرض. والكاظمي ينتهي من تشكيل كابينته الوزارية بانتظار موافقة المساءلة والنزاهة قبل عرضها على البرلمان نهاية الأسبوع الجاري.